هذه أهمية النصوص. أهمية النصوص، أنا عندي هاي مقدمة سريعة جدا يعني ما حب أطول فيها. أهمية النصوص بأنها وثائق، مو فقط علم وعقائد، لا. النصوص عندنا يعني الخطاب، مثلا لما تسلط الضوء على خطبة الزهراء، خطبة الزهراء عقائد، فقه، فلسفة، تاريخ، وثيقة تاريخية، زين. نهج البلاغة كذلك، أحاديث آل البيت كذلك، زيارات آل البيت كذلك، زين. تشتمل على، تقدر تقول ما يحتاج إليه الإنسان، بس تحتاج إلى غواص مو ثرثار. هذه حكايات، هذا هذا محيط، هذا بحر، هذا مو بحر سبع باع مثل ما يقولون دول الغواصيون، لا، هذا محيط، هذا عمق، تحتاج إلى غواص، غواص بنوع متميز. وهذا كلام أهل البيت، هذا مضمونه كله واقعا، يعني مضمون كلام أهل البيت الذي أنا الآن أجريته وجرى على لساني، فيه نصوص عن آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الزيارة، زيارة الزهراء عليها السلام، ما عدنا جدال يعني بأنها الحوراء الإنسية، يعني بأنها إنسان ولكنها فيها جانب لاهوتي، إنسان متميز فوق القانون، جميع القوانين، الطبيعة واللوائح والصياغ وغيرها. السلام عليك أيتها التقية، ما يختلف أحد فيها، بس الكفار اللي يختلفون فيها. النقية ما يختلف أحد فيها. لو أن شهود شهدوا على فاطمة ابنة محمد، يقول الإمام علي عليه السلام، شو يقول لك؟ فوق القانون. لو أن شهودا شهدوا على فاطمة ابنة محمد بكذا وكذا، ما كنت صانع؟ قال أقيم عليها الحد. قال إذن كفرت. القانون مو هني الآن. شوف ناس يدوسون القوانين بقدامهم، لكن على غيرهم حرف 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 حرف، نقطة نقطة. إذن كفرت. قال كيف؟ قال لأنك رددت شهادة الله وأخذت بشهادة الرجال أو الناس. هذا في كلام طويل يعني في باب القضاء، وباب القضاء عموما، يعني حتى القضاء المدني يأخذ نفس الحدود، متكلم بنفس البحوث الفقهية في هذا الجانب، يعني بالقضاء بين الحقيقة والبينة، وهل أن البينة هي تفيد علم، يعني علم قطعي، ها؟ أو لا، لا. فلهذا لما تصطدم البينة مع العلم القطعي، يقدم شنو؟ العلم القطعي. البينة ما لها قيمة بعد. القانون هني ما إلى قيمة، كنظريات ولوائح تسقط. والعلم القطعي في شخصية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كل معصوم عليهم أفضل الصلاة والسلام، بأنهم لا يمكن أن يدانوا في قضية، لأن المعصوم حتى التفكير في الخطأ لا يفكر. هذا المعصوم حتى مجرد التفكير، يعني المقاصد والنوايا السلبية غير، لا يشتمل عليها. بس الكلام خلصنا هنا، الكلام هنا في المحدثة، يعني إذا هناك جدل
والجدل ساذج وبسيط جدا، ومعارك كثيرة حول شخصيات المعصومين من شخصية النبي صلى الله عليه وآله. عندي كذلك مقدمة سريعة هنا في هالنقطة هذه نحتاجها حول شخصية المعصوم. كل كلام حول شخصية النبي هو حول شخصية المعصوم، كل معصوم في قدرات النبي وتعليم النبي. تناقشون في شنو يعني في تعليم النبي؟ في النبي يعرف يقرأ ويكتب لما يعرف يقرأ ويكتب؟ هذا كلام، هذا مضيعين الطريق، مضيعين البوصلة أساسا، يعني هم ضيعين المنهج، هم ضيعين الدين. هذا اللي يناقشون هذا النقاش، هو النبي متعلم؟ يعني شنو متعلم؟ شنو متعلم النبي؟ متعلم فلسفة عند سقراط؟ لو حكمة عند أفلاطون؟ لو متعلم تلاوة القرآن عند أحد؟ لو متعلم الرياضيات عند أينشتاين؟ لو متعلم شنو متعلم النبي؟ وين متعلم النبي؟ بالنسبة للتعليم غير متعلم، غير متعلم نهائيا، ولكنه علمه شديد القوى. هذا ما يقولون متعلم ومتخرج، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. شنو هالنقاش حول شخصية الرسول؟ أمي لو ما هو أمي، ومعنى أمية ومفردة في القواميس، وتعال أنت تعال، القواميس لا قيمة لها أمام المقاصد القرآنية. وطه حسين بالفعل أفلح في هذه النقطة. هو أشياء كثيرة ممكن أنك تستفيدها من العمالقة الذي عندهم سالب وعندهم موجب، موجباتهم عملاقة جدا. طه حسين أفلح في هذه النقطة واقعا، وأصور في كتابه الشعر الجاهلي، الكتاب اللي سوى ضجة قبل 40 سنة أو في الحدود هذه، في كتابه الشعر الجاهلي، بأنه القرآن لا يفسر بالقواميس، باللغة أساسا، اللغة تفهم من القرآن. زين، فإحنا حاطين القواميس الأمي، وما معنى أمي وما هذا، ما يشمل مقاصد الكتاب ولا مقاصد القرآن ولا القرآن مقاصد أكثر منه معاني قواميس أو معنى يدرج ضمن قاموس معين. القرآن لغة عليا جديدة ولودة مستنبطة وتستنبط دائما وأبدا، تقعد تحكرها ضمن قواميس اللغة. شنو قواميس اللغة تعادل أمام مفردات القرآن؟ شو تساوي؟ صحيح يستعان بها لتقريب، للاقتراب من المقاصد. أنت عندما تبحث في مباحث الألفاظ تريد أن تقترب من مقاصد العبارات، مقاصد العبارات، أما معانيها اللغوية هذا شيء، هذا مفهوم ميت. المعاني اللغوية مفهوم جامد الذي دائما وأبدا عند إصرار على المعنى اللغوي وحاكر نفسه في بوتقة المعنى اللغوي، هذا ما يفيد، هذا ما يفيد طلاب ولا يفيد باحثين وما ينفع أحد، ما يفيد أساسا. المقاصد والأبعاد هي التي ممكن أن توصل الإنسان إلى الحقيقة في جميع الأشياء. زين، المحدثة، هذا جدل عند التلفونات، رحم الله والديكم، الله يخليكم إن شاء الله. المحدثة هذا أثار جدل، بس الجدل مثل ما سابقه، مثل الجدل الذي أثير حول أمية النبي صلى الله عليه وآله ببساطة وبسذاجة. هذا الجدل، شنو محدثة؟ شنو محدثة فاطمة؟
محدثة. إذا كان بالمعنى اللغوي فأنا وأنت محدث، لأن أنت الآن تسمعني شنو؟ أنت محدث صحيح، وأنا محدث. المحدث إذا جينا للغة تسقط القيم، كل القيم تسقط. شوف هذا نموذج من النماذج. ولكن عندما تأتي للمقاصد في كل شيء، المقاصد مثلا الأئمة من قريش، هذه عبارة، هذا نص ديني صح؟ من قريش، من قريش، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من أهل البيت؟ المعنيين. لا جيب لي معنى لغوي، هني المعنى اللغوي زبالة يعتبر، زين؟ المعنى اللغوي ما يؤدي إلى المقصد. جيب لي معنى مقاصدي، حاول تبحث في المقاصد، بحث المقاصد هو الذي ينقذ الإنسان. في الكثير من الثقافات والكثير من النتائج، وإلا الأئمة من قريش شنو؟ إذا ننكر على أبو بكر أول الأئمة، وعمر من قريش مثلا ثاني الأئمة، وعثمان من قريش ثالث الأئمة، وعلي بن أبي طالب من قريش رابع الأئمة، ومعاوية من قريش خامس الأئمة، ويزيد من قريش سادس الأئمة. هذا هاي اللغة. شوف نفسك مو غلطان، ولكن في الواقع غلطان. في الحقيقة غلطان في التقدير. إذن اللغة للاقتراب يعني من التقدير التشخيصي والتقييمي. بعد ذلك الذي ينبغي أن يصل إليه الإنسان هو القاصد، المقصد. أهل البيت يعني بس فلان وفلان وفلان وفلان، باقي أهل البيت مو معنيين. قريش يعني فلان، البقية مو معنيين، ما نعنيهم، زين؟ هذا هو الذي يوصل الباحث إلى الحقيقة، وهذا هو الذي أربك المفسرين في آية التطهير، أربك المفسرين، وتخبط الكثيرون. واحد اعتمد على أن السياق ليس بحجة، واحد اعتمد على أن هذول بس أهل البيت لغتان، كل مو صح، زين؟ السياق هذا شأن علماء، ها شأن علماء، وإلا أهل البيت لغة واسعة، ولكن شرعا ومقاصديا ضيقة. بس ولا تحتاج نقاش، ولا تحتاج فلسفة، ولا تحتاج مؤتمرات، ولا أي شيء. فالمحدثة قحط يعني فاطمة محدثة، المجتمع البشري كله محدث، لأنه يحدث بعضه بعضا. لا، المحدثة حددها لنا بالمقاصد لا بالمضمون اللغوي. جعفر الصادق عليه السلام قال إنما، كما يروي لنا الطبري في كتابه دلائل الإمامة، في دلائل الإمامة عن زيد بن علي عن جعفر الصادق عليه السلام قال بأن فاطمة سميت محدثة لأن الملائكة كانت تهبط عليها وتناديها كما كانت تهبط على مريم ابنة عمران وتناديها. وجاب الصيغة في الحديث كل هكذا: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك. يعني الآية التي هي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، زين؟ هذه جيد، احنا نحتاجها، خفوا علينا من الأطفال ذول اللي يراكضون ويهدرون.
كلش عاد يزعجونكم ويزعجوني، مو بس أنا أنزعج أنتم بعد. يا فاطمة إن الله، ثم تحدثهم، كلام جعفر الصادق عليه السلام، تحدثهم ويحدثونها. يعني إذن عندنا نقطتين مهمتين اليوم، هذا يوم وفاة الزهراء عليها السلام، هذه النقطة، والثانية ما أفرزته هذه الظاهرة النادرة في عالم الإنسان التي حدثت لمريم وحدثت لفاطمة، راح نتكلم فيها الآن، وهي الصحيفة التي جمعت علوم الأولين والآخرين التي كتبها علي بن أبي طالب باسم فاطمة، لأنها طريقها وممرها تمر على فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي مصحف فاطمة، مصحف فاطمة سلام الله عليها. زين، ويحدثونها، تحدثهم ويحدثونها. هني فكان علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بصفته المتميزة الاستثنائية مثل صفة السيدة فاطمة الاستثنائية في عالم الإنسان، يسمع الملائكة كما يسمع رسول الله جبرائيل، يسمع علي جبرائيل، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، كلام النبي لعلي بن أبي طالب عليه السلام، تسمع ما أسمع وترى ما أرى. فكان علي عليه السلام يسمع مثل ما تسمع فاطمة ويكتب، هذا كلام الأئمة، ويكتب، حتى كون من ذلك مصحفا أكبر من القرآن 3 مرات. البحار أكبر من القرآن 120 مرة، صح؟ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام أكبر من القرآن 44 مرة. فأنت شوف الذي يحبك والذي يكرهك كيف يفسر مفرداتك، بس والذي يحب أهل البيت والذي يكره أهل البيت ما لازم يسبهم، كيف يفسر سيرتهم وكيف يفسر مفرداتهم، وانتهى خلاص، حسب ناص حسب ناص بكلب. كيف يفسر مفردات أهل البيت، بأي طريقة يفسر مفردات أهل البيت، حتى وانت في الديرة هني في علاقاتك الاجتماعية، الذي يتحسس من مفرداتك ويفسرها تفسير سيء، مريض، مريض نفسيا، الذي يجد، وهذا هذا العلاج عند أهل البيت، احمل أخاك المؤمن على 70 محمل من الخير وأنت تحمله على 70 محمل من الشر، تارك الخير كله ومن واحد يتكلم صارت المعركة، هذا مرض، ترك كل الهوشات في القرى وكل الضجيج في المجالس والحوارات اللي ما لها نتيجة، كلهم مرضى، كلهم مرضى، مصاحين، لأن تلقاهم هم متقاطعين وهم ومتقاطعين فقط في المفردات، مثل 2+2=4، هذا نموذج، قال واحد لا شنو أنت ما تفهم، 3+1=4، كل حواراتنا هالشكل. زين، كلها من هالنموذج هذا. على أي حال، قامت الدنيا وما قعدت إلى اليوم على مصحف فاطمة، وقامت الدنيا وما قعدت إلى اليوم على أن فاطمة محدثة، بس فاطمة، ليش أقول لك شوف الذي يكره أهل البيت، بس فاطمة، نحن الشيعة وأهل البيت ادعوا أن فاطمة تسمع الملائكة وترى الملائكة، وأن تلاقي الصحابة كلهم 100% مجمعين على أن حارثة بن النعمان رأى جبرائيل مرتين. من حادثة حارثة بن النعمان؟ نبي، ابن نبي، وصي، ابن وصي، مجمعين على صحة ادعاء حارثة بن النعمان أنه رأى جبرائيل مرتين،
رآه لما خرجنا من بني قريظة، ورأيته لما خرجنا من حنين، شاف مرتين. ما أنا ما أريد أن أناقش في شخصية حارثة بن النعمان وشنو يعادل بالنسبة إلى الجرح والتعديل أو غير ذلك، بقدر ما أنني أنا أجد أن هؤلاء كلهم إلى اليوم العلماء لم ينكروا على حارثة بن النعمان ادعاءه. واحد. اثنان، عبد الله بن العباس، عبد الله بن العباس كذلك نقلوا لنا بأنه سأل النبي يا رسول الله رأيت معك رجلا، ده غريب، من هذا؟ قال أين؟ قال في موضع كذا وكذا. قال رأيته؟ قال نعم رأيته. قال هذا جبرائيل، أما أنك إذ رأيته سيكف بصرك. تعال شوف هذا التهريج، يعني يكف بصرك، هو رآه صار له الآن مثلا يومين ما كف بصره إلا يوم قال لرسول الله سيكف بصرك. العقيدة بأن الذي يرى الملك يكف بصره، وين رايحة هذه العقيدة ومن وين طالعة؟ هذه جاية من اليهود، هاي العقيدة الذي يرى الملك يكف بصره، هذه واضعنها بولس الأول، ناسي اسمه، هذا الاسم الوظيفي بولس، ناسي اسمه، شو اسمه؟ بولس الأول، يهودي صار رسول، بعثه عيسى، الله عيسى الرب بعثه للناس، وأنه رأى الملك فعميت عينه، ثم بعد ذلك أتى إليه الملك واعتبر رسول من الرسل وفتح عينه. هو كذاب، يعني كاذب عليهم ويقول أنا عميت، شفت الملك وعميت، هو كذاب أساسا. وظل مدة من الزمن من فلسطين من القدس إلى الشام، رايح الشام عنده مهمة إرهابية، من القدس إلى الشام رايح أعمى يقودونه، وفي الشام هناك فتح، يقول الملك جاني مرة أخرى وقال أنت الآن نبي مو مثل الأول، فالنبي لازم يفتح، الله ما يبعث نبي أعمى، وكذب عليهم الكذبة ودجل عليهم، والعياذ بالله من هالدجالين، هذول أكبر كذبة في التاريخ، وصنع من عندهم دين لعيسى ليس دين عيسى، قسما بالله هذا الدين اللي ينسب لعيسى ما إلى عيسى شغل فيه. زين، دين كل شيء حلال، كل شيء حلال، ما يروح الكنيسة يعقد على زوجته إلا جايبة أربعة أولاد منه، وأولاده يحضرون زواجهم وحضرون عقدهم وحضرون عرسهم، وقول لك هذا حلال، خمر حلال، كل شيء عكسوها، عكسوا قلبوها، الطابة قلبوها على وجهه، حلال الاستنجاء بالماء، هذا ما لازم، الأغسال مو لازم، السباحة مو لازم، الختان مو لازم، ما شاء خرب هذا بولس، خرب الدين، مو خرب الدين يعني حرف مثل ما تحرف في باقي الأديان، لا، 100% غير. ولا الآن الاعتماد على هذه الأفكار. فيقولون قال له يا ابن عباس هذا جبرائيل رأيته؟ قال نعم. قال إنه سيكف بصرك. وعمي ابن عباس بعدين، خو مكفوف صح، بس هذا السبب، هذا مو سبب، يعني الذي يرى الملك يكف بصره يكون يكف بصره من أول ما يرى، بالإضافة إلى أن الذي يرى الملك يكف بصره يعني فيها عملية تسلسل باطل، متى يكف بصره؟ مجرد أن يرى الملك أو أنه يكف بصره حتى لا يرى الملك، مثلا عمي حتى لا يرى الملك، مو بعد أن قال للنبي بعدين عمي بعدين قال إن يأخذ الله من عيني نورهما
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، وإن عقلي كذا غير ذي إلى آخره، ففي لساني وقلبي منهما نور. هذا البيت ينسبونه لابن عباس، إن يأخذ الله ونسبونه لهذه القصة، ربما يكون هذا لابن عباس لكن ما له علاقة بهذه القصة. زين وين رايحة هذه الذي يرى الملك يكف بصره؟ رايحة لفاطمة المحدثة. لو فاطمة ترى الملائكة من زمان كفوا بصرها، ها؟ شوف من وين جاي، من وين يحفرون؟ من بعيد يحفرون أنفاق، يحفرون أنفاق ودهاليز يدخلون من خلالها لآل البيت، لآل البيت أنفاق ودهاليز حتى يسقطوا شخصيات أهل البيت ويجعلوا كل ما قيل في حقهم ما هي إلا هراء من الشيعة وغلو. يقول لك غلو، تعتقد أن فاطمة ترى الملك، يعني تعتقد أن فاطمة نبية، يقولون هالكلام. يعني شو أنت تعتقد أن حارثة ابن النعمان نبي؟ تقول أنه رأى الملك تعتقد أنه نبي؟ لو ابن عباس نبي بعد بعطيك قنبلة غير الحين جاية، قنبلة أخرى، قنبلة كبر الدنيا، كبر الدنيا. لو مريم، خليني بعدنا ما وصل، لو مريم نبية، لو بنت نبي، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت حوار، حوار مستمر بينها وبين ملك، حوار. قالت إني أعوذ إلى آخر الآيات. زين خلصنا، حتى نختم أقول لك شيء. أقول لك فاطمة عليها السلام عندهم هذول أذناب النواصب أو زعانف النواصب، عندهم أن فاطمة ما يصير تشوف الملك، ما علينا احنا بن عباس، يمكن يطلع لك واحد يقول ابن عباس افضل من فاطمة، حارثة بن النعمان افضل من فاطمة، يمكن ولي من الاولياء كبيرة. زين داعش والنصرة افضل من فاطمة؟ روح شوف اليوتيوب المبلغون يتكلمون، وشافت داعش الملائكة يقاتلون وياهم في سوريا صفا جنبا لجنب، عليهم ثياب بيض وعمائم بيض وسيوف بيض على خيول بيض إلى آخره. شنو أنت يا دكتور؟ من وين هاي الدكتورة؟ الدكتورة جايبنها إن شاء الله من دكتورة مالتها الزمن. ما احترام دكتور، ما أعني أعني ناس غير، يعني ناس غير، كلنا نعرف توزيع جامعات، توزيع دكتورة تعالي ده أتكلم. هذا حتى مو متخرج من سادس ابتدائي، هالدكتور إذا أتكلم أنت دكتور يا فلان ويا فلتان واستاذ في الجامعة، جاي تقرر إلي وتبحث أن داعش والنصرة رأوا الملائكة والملائكة قاتلت معهم في سوريا؟ زين ما يخالف، جيد، رأوا الملائكة، بس داعش والنصرة زنات مثليون شراب خمر ونبيذ، ولا معصية إلا وارتكبوها. إذا كان بالإمكان أن يرى الإنسان الملائكة، يرى المؤمن، يرى العابد، يرى الذي يحرمون الزنا، مو الذي يبيحون الزنا إباحة. أنت تعرف إباحة الزنا بأي مبرر من المبررات؟ خروج من الإسلام، مو ارتكابه، ارتكابه ليس خروجا من الإسلام، إباحته خروج من الإسلام.
وكفر وردة. شايفين الملائكة وفاطمة ما شافت الملائكة، وحرام تقول فاطمة شافت الملائكة. هني تعرف منه الناصبي، ما يحتاج يسب ويشتم الزهراء، ما يحتاج أبدا أبدا، هذاك مفروغ منه. يقول له الخليفة عثمان، يقول له علي بن أبي طالب: قد مروان من نفسك. هذه مسائل واضحة، شلون؟ لأن علي بن أبي طالب ضرب وجه دابة مروان في وداع أبي ذر الغفاري، لأن مروان قال له: يا علي، أما علمت أن الخليفة قد نهى عن محادثة هذا الشيخ وتوديعه والحديث معه؟ فضرب وجه دابته، قال له: يلا لف وارجع، لف وارجع، يعني المدينة يا ابن الزرقاء تعلمني ديني. وضرب وجه دابته بالصوت، يعني قال له: لف وارجع. هناك راح اشتكى، قال له مروان تعال. عثمان قال له: يا علي، قد مروان من نفسك. قال: تلك دابتي، يضرب وجهها. قال: لا، يشتمك كما شتمته. تسب علي؟ ما تدري أن اللي يسب علي كافر؟ اللي يسب مروان مو كافر، لكن اللي يسب علي كافر. ثم علي ما سب، علي قال: لا يا ابن الزرقاء، إذا هو عنده فضيحة أن يقولون لا أنت ابن فلانة، هذه مشكلته هو، خلي يقول لي علي: أنت يا ابن فاطمة بنت أسد، أو يا ابن أبي طالب، خلي يقول له يا ابن أبي طالب. فاطمة قالت لي يا ابن أبي طالب، نزل مستوى له، صعد 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 فوق. ذكر العام الماضي قريت أنا هني وجبت هاي الفقرات تحدثت عنها حسب ما أتذكر. صعد صعد بعبارة يا ابن أبي طالب، لأنه فوق هو في نظر فاطمة. علي نجم لامع مهم، شخصية تقدرها فاطمة، وعلي شخصية فاطمة يقدرها ويعرف حقها، كما يقدر علي محمدا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد، ويعرف حقه. ومحمد صلى الله عليه وآله يقدر عليا ويعرف حقه. لا يعرفك يا علي، الحديث واضح جدا ومكتمل المعنى، مكتمل المعنى، برنامج كامل في هذه الحقيقة وهذا المفهوم المصغر. إن القسم الثاني من الكلام حتى نختم في الوقت المناسب إن شاء الله، القسم الثاني من الكلام سألوا الإمام الصادق عليه السلام، لأن هذا الحديث حديث الملائكة سوى صحف صحيفة. تأمل جيدا بأن العلم الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء به أهل البيت ليس محصورا في القرآن، أهم شيء ليس محصورا في القرآن. وأقول للسيد الأستاذ وغيره من الذين يعتبرون القرآن فقط وحسبنا كتاب الله، شو تسوي في رسالتك العملية؟ أنت من وين جايب المسائل هذه اللي جمعتها؟ من وين جايبها؟ علوم الإسلام وعلوم آل البيت فيها مصادر خمسة مكتوبة: القرآن، ومصحف فاطمة، والجفر، والجامعة، وكتاب علي بن أبي طالب. ولما يتكلم ولد يوران تاريخ الحضارة،
هذا ولد يورانت كتب تاريخ الحضارة في 40 سنة، 40 سنة من عمر، يعني عمر كتب في عمر، وكتب تاريخ الفلسفة، ويعزو الطفرة العلمية للمجتمع البشري إسلامية، الطفرة العلمية إسلامية، وحدد شخصيات لهم دور في هذه الطفرة العلمية التي وصل إليها الإنسان. هذه الشخصيات التي حددها وذكر أسماءها كلهم من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، من غير أن أعدد لك أسماء، كلهم من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذا الذي مو قادر يهضمه الكثيرون حتى من الشيعة، مو قادرين يهضمونه جيد، لأن ما في بحث متكامل عن هذه الحقيقة واتصال علم آل بيت محمد بهذه الحضارة الموجودة الآن. فسألوا الإمام الصادق عليه السلام عن مصحف، سألوه عن عدة أسئلة، سألوه عن الجافر، فقال هو جلد ثور مملوء من العلم. ما أعرف جلد ثور، قد يفهمها البعض بأن جلد ثور يعني وعاء، أحيانا يحافون أو يخيطون جلد الثور مرة أخرى بعد سلخه ويدبغونه جيدا، يستخدمونه وعاء يخزنون فيه صحف، يخزنون فيه أشياء مهمة. زين، جلد ثور مملوء من العلم. قال والجافر، قال الجفر صحيفة طولها 70 ذراع. الأول مو هالشكل التوريق، قليل يعني، أنا حتى أنا شفت كتب يعني في مكتبة التاجر رحمة الله عليه، شفت كتب من هذا النوع، يعني أنت تبسط الكتاب يأخذ إلى الكتاب 100 متر طول. زين، بس هو يتورق يعني ينطبق يصير على بعضه، ولكنه صحيفة الورق وراء بعضها. بالأمس كانت لا طي، طي من الجانبين، يفتح الكتاب بهذه الطريقة ويطوي من الأعلى، يفتح ويطوي من الأسفل وهو يقرأ الكتاب. فلهذا قال صحيفة، هي صحيفة طولها 70 ذراع من أدرع النبي محمد صلى الله عليه وآله. فيها علم، لا، ما من شيء في الدنيا إلا وفيها علمه حتى أرش الخدش. يعني هذه أعم، هذه فيها فقهيات، في حين أنه لما يتكلم عن مصحف فاطمة يقول ليس فيه من الحلال والحرام شيء، يعني علوم أخرى، علوم أخرى. وهذول يطبلون يقولون احنا نقول ان قرآن فاطمة غيرها، يقول ليس فيه من كتابكم هذا حرفا واحدا، وليس فيه من الحلال والحرام شيء. فيما يأتي الى الجفر ويقول الجفر او 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 او, أو الجامعة، احدهما، لان انا شوية المعلومة خالطنها، الجامعة احسن، الجامعة طولها، وسأله عن الجامعة. زين، الجفر قال هذا الجفر فيه علم ما كان وما يكون، سأله عن الجامعة، قال الجامعة طولها 70 ذراع، فيها ما من شيء في الدنيا إلا وفيها علمه حتى أرش الخدش، وأشار بإصبعه هكذا، أرش الخدش يعني ضريبة الجرح أو الخدش الذي تخدش الإنسان الآخر، واحد بالغلط أو متعمد خدش إنسان يسمونه أرش، الأرش غير الكفارة وغير القصاص وغير أرش، أرش الخدش. زين، الأرش ضريبة يعني تعادل يحكم بها
الحاكم بقدر تقييمه للضرر، بقدر تقييمه للضرر. زين، بعدين قال يا فضيل الإمام، الإمام الصادق عليه السلام، هذول عدنا أربعة. قال يا فضيل وعندنا كتاب علي بن أبي طالب. زين، هني الأئمة يرجعون إلى هذه الأشياء في المغيبات، ولربما أنهم لا يحتاجون إلى الرجوع إليها في المغيبات، ولكنها للرأي الآخر بأن عندنا مدونات. أول مدونة عربية في العلوم هو مصحف فاطمة ابنة محمد. أول كتاب عربي انكتب هو مصحف فاطمة عليها السلام، بعد القرآن طبعا، لأن القرآن كتاب باللغة العربية وليس عربي ولا للعلو ولا يخص العرب. أول كتاب. بعدين ينقل عنا الإمام الصادق عليه السلام قال يظهر الزنادقة في عام 28 بعد 100. قرأت ذلك في مصحف فاطمة. هذه كلها تقيم لنا المادة. قرأت ذلك في مصحف فاطمة. والإمام الباقر يقول قرأت في كتاب علي بن أبي طالب. يعني هذه الأشياء كلها للرأي الآخر. الصادق ما يحتاج يقرأ ولا يحتاج يتصفح ولا يحتاج يتعلم، حال حال علي وحال حال فاطمة. زين، هذول مو متعلمين. هذه ولربما ليس مطلبا متكاملا بالدرجة التي تكون مرضية رضا نهائي، إلا أنها تحوم حول هذه العبارة، عبارة السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. المحدثة العليمة فاطمة عندها أشياء وأشياء وأشياء. زين، بعض هذه الأشياء كلها محتفظ بها أهل البيت، بس فاطمة عليها السلام لما اشتكت عند قبر أبيها قالت حرقوا أو خرقوا كتابي. أي كتاب؟ يعني هناك عبث حدث في دار الزهراء. لو الكتاب هو الذي كتبه لها أبو بكر، إذا الذي كتبها لا كتبها كتبه لها أبو بكر، كيف تقول كتابي بمفهوم كتابي؟ خرقوا يعني مزقوا، ولربما هي حرقوا، وتحريف، لأن بيت فاطمة لما احترق الدار احترقت من الداخل. الحريق يعني بدأ ياكل ياخذ، وهناك أمور لربما تعمدوا إحراقها، هناك أمور تعمدوا رفضها، لأنه خرج بالقرآن علي بن أبي طالب، قالوا هذا لا حاجة لنا فيك ولا فيه، ما لنا شغل، احنا شغلنا اليوم حزبي، شغلنا اليوم خدمة التيار، شغلنا اليوم بلدوزر، احنا اليوم اللي يوقف بوجهنا نحصده، حتى لو النبي يطلع ذاك اليوم. هو النبي لو طول قتلوه بالسيف، قتلوه لو طول، هم ضاق خلقهم أساسا، قالوا ساحر نتربص به، ساحر لو شاعر، ريب المنون، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، هذا كلامهم. زين، أطول؟ لا لا، ما نخلي يطول، ما نخلي يطول. زين، على أي أساس هذا؟ قال الإمام الصادق عليه السلام بأن فاطمة سلام الله عليها بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديد لا يعلمه إلا الله، فبعث إليها الملائكة تسليها، تخبرها عن علم ما سيكون، ويخبرها جبرائيل عن موضع أبيها. جبرائيل يقولها ترى الآن رسول الله الآن بهاللحظة كذا، الآن بهاللحظة هنا، الآن. زين،
ويخبرها عن موضع أبيها. هذه الفترة كانت فاطمة في أشد أيام حياتها، زين، فكانت تبكي، فمنعوها من البكاء. ليش منعوها من البكاء؟ لأن البكاء لغة، والبكاء شنو؟ اتهام. ترى البكاء بكاء فاطمة مو مجرد عاطفة، بكاء فاطمة موجه، بكاء فاطمة اتهام، وهذا المتهم ما ينام الليل. سببت قلق ببكائها، فقالوا لها لا تبكي هنا، اخرجي من بيتك، شوفي مكان آخر ابكي فيه. هذا كلنا نسمع واحنا قلقين والناس يسمعون وقاعد الناس تتعبأ نفوسها، فاطمة تبكي. عجل ليش يحاربوننا واحنا نبكي؟ لأن بكائنا احنا كذلك هو معبئ الدنيا باللغة العاطفية. زين، راحت وين؟ راحت عند قبور الشهداء تبكي. وين قبر الشهداء؟ قبر الحمزة. تمو حرانين؟ أنا شوية حران، إذا تبغون لا تراعوني، لأن كثير من المآتم يراعون الخطيب ويقعدون في الحر، كثير من الخطباء ما تضرهم البرودة، أنا البرودة تنفعني. على أي حال، فخرجت وين عند قبر الشهداء؟ هي زيارة للحمزة، وهي هناك تفرغ على قبر الحمزة أحزانها، لأن ما خلوها على قبر أبوها تفرغ أحزانها، على قبر عمها الحمزة. ليش الحمزة؟ تعرف ترى غياب الحمزة ترى إلى أثر كبير على أهل البيت. غياب الحمزة غير وجه تاريخ أهل البيت، يعني كلفهم كثير. أهل البيت أداء متكامل متكامل ما ينقصه شيء، لكن غياب الحمزة وغياب جعفر كلفهم كثير. لو الحمزة موجود ما يقدر واحد يسب علي بن أبي طالب، مو يقودون علي بن أبي طالب وجرون علي بن أبي طالب عليه السلام بحمائل سيفه ويضربون فاطمة، فاطمة يضربونها وتطلع والدم يجري،